سنعطيكم تحديث عن النتائج الأخيرة لعمليات البحث عن غواصة تايتن. سيقدم لكم إيجاز ثم نتلقى الأسئلة بعد ذلك. وبعد هذا الإيجاز فإننا سوف نكون متواجدين لمساعدتكم في أي احتياجات. أعطي الكلمة الآن إلى الأميرال جون مورغان. هذا الصباح جهاز يتم التحكم فيه عن بعد اكتشف حطام غواصة تايتن حوالي 1600 قدم من حطام تايتانيك في قاع المحيط، ثم اكتشف لاحقا المزيد من الحطام. وبالتشاور مع الخبراء ضمن القيادة الموحدة، الحطام هو دليل على فقدان الغواصة. بناء على ذلك قمنا بإبلاغ الأسر فورا. باسم خفر السواحل الأمريكي والقيادة الموحدة بكاملها، أعبر عن تعزية الحارة لأسر الضحايا. لا يمكن أن أتصور المعاناة التي واجهوها، وأمل أن هذا الاكتشاف يقدم بعض العزاء خلال هذه الأوقات العصيبة. وعلاوة على ذلك كنا على اتصال وثيق مع البريطانيين والفرنسيين حتى يتم معالجة احتياجاتهم. إن تدفق المساعدات فيها عملية البحث المعقدة هذا كانت قوية، ونحن نثمن ذلك كثيرا. نحن ممتنون للحشد وبسرعة الخبراء في فرق البحث في المحيط، ونشكر كافة الوكالات وأولئك الذين شاركوا في الاستجابة. ونحن ممتنون جدا أيضا على الدعم العالمي الذي قدم لنا. إن الأجهزة سوف تظل في مكانها لجمع المعلومات. مرة أخرى نعبر عن تعازينا الصادقة لأسر ضحايا هذه الغواصة. نتلقى الآن أسئلتكم. هذه حالة غاية في التعقيد، ونحن لا نزال نعمل للوقوف على التفاصيل بشأن هذه القضية والتسلسل الزمني للأحداث فيها. ما هو الحطام الإضافي الذي عثرتم عليه؟ إذن هذه بيئة غاية في التعقيد، وهي على عمق ميلين، وتمت عملية البحث من خلال استخدام جهاز يتم التحكم فيه عن بعد، واستطعنا أن نصنف أجزاء من غرفة الضغط في هذه الغواصة. أحيل الكلمة لأحد الخبراء هنا السيد بول هانكن ليحدثنا عن طبيعة بعض الحطام الذي عثر عليه. شكرا لك سيادة الأميرال. بالأساس عثرنا على 5 قطع من الحطام جعلتنا نستخلص بأنها تعود للغواصة تايتن، وجدنا بيئة فيها الكثير من الحطام، وهناك وجدنا مقدمة الغرفة الضغط، كان هذا المؤشر
الأول بأن ما حدث كان انفجارا كارثيا، وبعد ذلك بوقت قصير عثرنا على جزء من الحطام الصغير، وفيه وجدنا الجزء الآخر من غرفة الضغط، وهذا كان كل ما يشكل غرفة الضغط. نواصل مسح المنطقة، وكما قال سعادة الأميرال سنفضل نبذل قصارى جهدنا لمسح المنطقة بكاملها والعثور عما يوجد فيها. سؤال عن إمكانية استعادة الجثث. إذن السؤال لم أسمعه بشكل جيد، ولكن يتعلق السؤال باستعادة جثث أفراد الطاقم. هذه بيئة صعبة للغاية في قاع المحيط، والحطام يدل على انفجار داخلي في الغواصة الصغيرة. نواصل العمل والبحث في المنطقة، ولكن ليس لدي جواب على ما سألت عنه في هذا الوقت. هل يمكن أن تؤكدوا بأن الغواصة قد اصطدمت بحطام التايتانيك؟ إذن السؤال إذا كانت الغواصة الصغيرة قد اصطدمت بحطام سفينة تايتانيك، أو أنها انفجرت قبل أي حطام أو اصطدام. إن موقع الغواصة الصغيرة كان في منطقة حوالي 1600 قدم من حطام سفينة تايتانيك، ولدي خبير هنا له علم بهذه المنطقة ويمكن أن يتحدث عن المنطقة التي عثر فيها على حطام الغواصة الصغيرة. شكرا سعادة الأميرال. السؤال إذن هو مكان الحطام. لم أسمع جواب الأميرال، قلت أنه عثر عليه على بعد 1600 ميل من الحطام، هذا حطام التايتانيك، هذا صحيح. على حد علمي ليس هناك أي حطام لسفينة التايتانيك، وهذا يتماشى مع الاتصال الأخير فيما يتعلق بانفجار داخلي في الغواصة الصغيرة. بالنسبة للتسلسل الزمني، تقول أن الأمر يتعلق بانفجار داخلي كارثي. هل حدث ذلك بعد انقطاع الاتصال؟ الأمر يتعلق بتسلسل الزمن أو وقت هذا الانفجار الكارثي. الوقت مبكر جدا للإجابة على هذا السؤال، وبينما كنا نقوم بعمليات البحث خلال الساعات 72 الماضية وقبلها، كانت لدينا معدات في المياه وواصلت العمل، ولم تقم برصد أي انفجار عندما كان البحث جاريا. ماذا سيحدث لاحقا سيدي في الأيام والأسابيع المقبلة؟ إذن السؤال هو عن ما سيحدث في المرحلة اللاحقة. إذن مرة أخرى، نحن الآن نعزي أسر الضحايا، ونريد أن نتأكد من أن هذه الأسر تتفاهم بناء على المعلومات التي يمكن أن نوفرها لما حدث، وتبدأ في ربما
لإيجاد الوقت للعزاء، وسوف نواصل التحقيق في موقع المكان الحطام، وأعلم أن هناك الكثير من الأسئلة أيضا بشأن أين ومتى حدث ما حدث. إذن هذه أسئلة سوف نجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بشأنها في الوقت الذي يتم فيه عقد الاجتماعات بشأن التحقيقات في هذا الحادث. أود أن أذكر الجميع بأن ما حدث حدث في مكان بعيد جدا في المحيط، حيث أن الكثير من البلدان شاركت في عمليات البحث، والعملية معقدة للغاية، وأنا واثق بأن هذه الأسئلة سوف تجد أجوبة لها لاحقا. السؤال كان عما إذا كان هناك أي إمكانية أو كانت هناك أي إمكانية للتركيز على ضحايا. الأمر يتعلق بانفجار داخلي كارثي للغواص صغيرة. نحن استخدمنا أجهزة الصوت واستشعار، ولم نسمع أي صوت لأي انفجار، وسوف نواصل تحقيقاتنا ونستمر أيضا في توثيق المعلومات من أجل فهم ما حدث بناء على المعلومات التي نقوم بجمعها. السؤال كان عن الموارد التي استخدمت وتستخدم في التحقيقات. الوقت مبكر جدا بالنسبة لي أن أتحدث عن التحقيق. هذا قرار سوف يتم اتخاذه خارج منطقة البحث التي كنت أشرف عليها. لدينا 9 سفن في المحيط، ولدينا فرق طبية وفنيون، وسوف نبدأ في وقف عمل العاملين وسفن في المنطقة خلال الساعات 24 المقبلة، ولكننا سنواصل عمليات عن بعد على سطح المحيط، وليس لدي أجل زمنية للتاريخ الذي سوف ننهي فيه عملياتنا على سطح المحيط. السؤال كان عما إذا كان ينبغي أن يكون هناك تغيير في متطلبات السلامة بالنسبة لغواصات كهذه. أدرك أن ثمة الكثير من الأسئلة حول ماذا وكيف ومتى حدث هذا الأمر، وكذلك القيادة الموحدة والخبراء الذين يعملون في هذه البيئة لديهم أسئلة أيضا. هذه بيئة غاية في الصعوبة والخطورة، ولكن هذه الأسئلة بشأن الأنظمة المطبقة والمعايير المعتمدة. أنا متأكد بأنها ستكون محل مراجعتنا المستقبلية، ولكننا الآن نحن نركز على توثيق المنطقة التي وقع فيها الحادث. لقد سمعت أصوات، هل دلت على أي شيء كان بالأمس؟
إذن خلال عمليات البحث نحن استجبنا للمعلومات التي كانت متوفرة لدينا بينما واصلنا عملية تحليل مرة أخرى. منطقة العمل كانت غاية في التعقيد وصعوبة. دعيني أتحقق من الأمر مع الخبراء، ولكن لا يبدو أنه كان هناك صلة بين الأصوات التي سمعت والمكان الذي عثر فيه على حطام الغواصة الصغيرة. إذن الأمر يتعلق بانفجار داخلي كارثي، ولست أدري إذا كان لهذا الانفجار صلة بالأصوات التي سمعت. هل كل المعدات التي استخدمت تحركت بالسرعة الكافية في عملية البحث؟ العملية كانت معقدة بطريقة لا تصدق، وتمكننا من تعبئة معدات كبيرة تم نشرها في الموقع في وقت زمني مذهل، حيث أننا بدأنا العمل دون أي خطة لاستجابة السفن أو نشر معدات في وقت مبكر. واستخدمنا معدات لا سيما الأجهزة التي يتم تشغيلها عن بعد والتي تستطيع أن تعمل على عمق 6000 متر، وقمنا باستخدام الطائرتين من طراز C-17 لنقل هذه المعدات إلى هنا. كان لدينا المعدات المناسبة في المنطقة التي جرت فيها عملية البحث، وتحركنا بأسرع سرعة ممكنة لنشر هذه المعدات خلال عملية البحث. هذه كانت عملية دولية وفيما بين الوكالات، وأنا ممتن للغاية لكافة الأطراف التي استجابت في هذه العملية. وقد تم البحث عن الغواصة. اليوم يوم صعب بالنسبة لنا جميعا، وخاصة بالنسبة لعائلات الضحايا، ولكن كان الدعم هائلا، وكانت لدينا المعدات المناسبة في قاع المحيط لأغراض البحث. شكرا جزيلا لكم على حضور هذا اللقاء الصحفي. ليس لدينا أي مؤتمرات صحفية متوقعة، سيكون لديكم تحديث للوضع عبر البيانات. شكرا لكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.